انا ما توقعت يعني تطلب وقت للتفكير. على حد علمي البنت موافقه، يعني ليش التفكير؟ عمو انتوا اهلنا وعلى راسنا من فوق وجايين تطلبوا اختنا، فمو من حقنا ناخذ يومين ثلاثه ونرد لكم خبر؟ بعدين بصراحة يعني أنا جيدة انطلبت مني رسميا، وكنت عم فكر كيف بدي فتحها بالموضوع، فأنا من واجبي ومسؤوليتي أني خيرها. إذا اختارت سعيد فأنا رح كون كتير مبسوط. أنت مو بس ابن عمي، أنت أخي. عداك العيب يا ابن أخي، عداك العيب. مبسوطة؟ شو رأيك؟ سؤال غبي ما؟ قد ما الواحد بيشوف ناس قلبه وشها ومكتئبة فبيصير بشك انه يكون في حدا مبسوط. طب انت شو ناقصك لتكوني مبسوطة؟ انا والله ما زبطت معي الوصفة تبع تكون مبسوطة، تكون مبسوطة. يخرب بيتك على هالسلبة. لو انا مثل الجد رح تصدقت، لانه على اساس القصه قرار يعني يكون مبسوطه ف بصير مبسوطه. اي قرار؟ وانت ما عندك اراده، شايفه حالك عم تضيعي من ورا السم اللي عم تاخذيه ومانك عم تبطلي لانه ما بدك. ليش بدي بطله؟ اعطيني سبب. ما بدك تتجوزي؟ ما بدك تساوي عيله؟ ليش؟ لانه لازم. ليش لازم؟ اللي عني سوسو. اتركيني شوي مع اختك. أمرك. أنا يلي فهمته إنه أنت وسعيد متفقين على كل شيء، ومشان ما يصلك كلامي وتفهميه غلط فأنا لازم أشرح لك. أنا طلبت مهلة مثل ما كل الناس بتعمل، وقلت هي فرصة كمان لحتى تفكري فيها منيح. بس أنا فكرت. يومين ثلاثة تانيين مو غلط. جيدة أنت بتعرفي قديش أنا بحبك وقديش بخاف عليك، بس مشكلتك إنه قلبك طيب كتير. أنا ما بدي إياكي تفوتي بتجربة تانية وتندمي عليها. وبكل صراحة بقول لك أنا بتمنى لك جوازي أحسن من هي. سعيد شاب منيح وما بينعب، بس مستقبله محدود. أنا برأيي إنك تصبري شوي وأكيد رح تلاقي أحسن منه. ليش عم تبكي؟ تعالي تعالي تعالي. أنا ما قلت لك إنه أنت مشكلتك إنه قلبك طيب؟ روحي حبيبتي واتركي الموضوع علي، وأنا بوعدك إنك ما تندمي. يا أمي، إذا شغلنا المصاري مع غياث بالتجارة اللي عم يشتغل فيها، المليون بيصيروا 3 مليون. يعني فهمي علي، نحن شو كسبانين أصلاً من البيت؟ خلص منعيش عندك هون انت ونورس، وسنتين زمان سنتين زمان بنكون من ارباح الشغل اشترينا بيت بقرني مرتبه وخلصنا من هالحاله المعده. وبركي جوزك الفهيم خسر تجارته. يا امي انت شايفتي كل ماله القرش عم يمشي بايده وشغله ماشي. ايه شو المطلوب مني؟ يا ستي المطلوب منك انه توافقي نجي نعيش عندك هون انا وغياث. نعم. وين بدكم تعيشوا؟ ما فهمت. لك البيت كله اوضتين. يا امي منعمر اوضه فوق. ما دخلني، شاوري اخوكي، بس انا شخصيا مالي مرتاحه لهالقصه. طيب انا رح شاور اخي وافهم منه. ايه بس اذا سالك ما تعارضي وتقولي لا. بعدين يا امي هو لازم يتجوز. ايه وليك العروس جارتنا، يعني ما رح يبعد عنك كثير. اخ تصطفلي منك لاخوكي.
ولك حاجتك جد بشبك. هاي حياتك انت وانت اللي بتقرري شو بدك تعملي، لا ابوكي ولا اخوكي. ما سمعتي شو قال؟ وانت هلا ما عم تسمعيني انا شو عم اقول؟ يلا قومي قومي غسلي وشك وروقي، فكري منيح شو بدك تعملي، واوعك تقبلي حدا يفرض عليك شي، فهمتي؟ دوك يلا قومي خلصيني قومي، شاطرة بس تكون مبسوطة تكون مبسوطة. اي يلا فرجيني هلا شو بدك تعملي، ولا شاطرة بس بالحكي؟ أهلين أهلين. خمسة زائد خمسة، خمسة زائد سبعة. خمسة زائد سبعة. مرحبا لينا. أهلين يا هلا. كيفكم بابا؟ أهلين بابا. أهلين أهلين. آخ تكسروا إجري. الله يعطيك العافية يا رب. يلا حبيباتي فوتوا كملوا جوا. يلا إذا في شي ما فهمتوا قولوا لي. إيه؟ يلا بابا حبيبي يلا. تعال. شبك شبك. أساس عم يقرا. ايه شو صار معي؟ ما قبل، وامي طبعا صفت معه وطلعت من القصه. بس والله معهم حق غياس، صعب كثير يعني القصه من الاول ما لها ظابطه، وين بدك تنشطنا نحن والولاد؟ خلص مو مشكله خليهم على راحتهم. لا تزعل الله يخليك. ماني زعلان الله كريم. يعني انت الثاني كمان كان ضروري تتفشخر وتشتري هالسياره، اذا شايف انه البيت ابدا كنا صمدنا المصاري لصار معنا حق البيت، وهيك كنا اشتريناه وانتقلنا عليه فورا. لك يا لينا السياره ضروريه بالنسبه لإلي مشان شغلي، بعدين لا تلوميني اني مستعجل بطالعكم من هالقرف هاد. لك طول عمرنا عايشين بهالبيت وماشي حالنا، شو صار عليك هلا؟ طيب انا رح احط شويه هالمصاري اللي معنا بالبنك ناخذ عليهم فوائد لبين ما نجمع حق البيت. بس أنا شو رح أعمل؟ رح أخذ شهادات استثمار باسم الأولاد، وبدال الحساب نساوي حسابين، حساب باسمك وحساب باسمي. ما بيعرف الواحد شو بصير، عيون الناس علينا، أولادين الحرام كتار. ليه؟ يعني شو ممكن يصير غياس؟ لا تخوفني. ما بده يصير شيء يعني، بس اللي ما بيحسب ما بيسلم. بعدين أنت أول قلبك شبك جوزك قد حاله ولو لنا. ماما مو على كيف حدا الشغلة، هاي حياتي وأنا اللي بقرر. لا أبي ولا أخي وما رح أقبل يفرضوا علي شيء. ماما عم تسمعيني؟ إذا ما وافقوا على سعيد والله لأقتل حالي. ما رح أسمح لهم يدمروا لي حياتي، عم تفهميني ماما؟ هلا هذا اللي طلع معك يا جبانة؟ تقتلي حالك؟ شو أعمل لك أنا؟ لازم تفهمي إنه ما حدا بيقدر يغصبك على شيء. روحي حبيبتي روحي. ايه مشان تعرفي تفكري منيح. انا هلا رح احكي مع اخوك. ايه ايه امي. ماما دخيلك خليكي معي لا تتركيني لحالي. ان شاء الله معافى. شكرا. ايه بتطلع النتيجه؟ هذا التحليل ما في عنا منه هون، بدنا نبعته لبرا وبياخذ بين ال 25 يوم للشهر. خير. واول ما بتوصل التحاليل ببعث لك النتيجه على الايميل. الله معك. خضر. جاي على بالي كبه نيه. هي سهله لعيونك. شو رايك؟ سافر انا وياك على جزر المالديف او على جزر هاواي ونقضي حياتنا هنيك. ايه والله على عيني، بس في عندي مشروع عم بقرأ، بس اخلص منه انا معك وين ما بدك. مشروع؟ مشروع شو؟ بدي سفرك على المالديف بشركة الطيران الخاصة تبعك. شركة طيران؟ جاد قدم لي مشروع وانا قريته وحسيته كتير مهم وما لازم حدا يسبقنا عليه. جاد ابن ابو عليا؟ حلو المشروع. انا رح اقدم لك الدراسة تبعه وإذا عجبك المشروع بدنا دعمك. حاضر. غير الكبة النية شو بدها؟ صحتي، بدي صحتي ترجع لي. أهلا
ايوه ابو موسى تعال عندي شوي. حاضر. اللي بدنا طلبيات حديد. شال اوتيل؟ الاسعار عم تغلى فخلينا نشتري من هلا ونخزن لوقت ما يلزمنا. شو الكميه؟ كل التفاصيل عندك هون. وبدنا كمان عرض اسعار بمواد اكساء وكل شيء موجود هون. في عنا وقت محدد؟ باسرع ما يمكن. شكرا ابو موسى. الو. شو سيد جاد؟ صاير مثل ابوك؟ بدك تمشي الدنيا على كيفك؟ على مهلك علي يا امي. جيدة بدها ابن عمها. أنا بدي تتركوها بحالها. شو يعني ما لها أهل؟ ولا نحن مالنا رأي؟ ولا بنتك مقطوعة من شجرة مثلا؟ المفروض أنت أكثر واحد بتعرفه لسعيد. شو عيبه؟ يعني شيل إنه ابن عمك على جنب. مو رفيقك؟ سعيد ما في عيوب بس بنتك بتستاهل أحسن. شو هي الشروة وباعة؟ أختك بدها إياه، اتركها هي تقرر. مثل ما بدك أمي، مثل ما بدك. أنا كان بدي مصلحتها بس. مصلحتها أنه هي تقرر وهي تتحمل مسؤولية قراراتها. خلص أمي خلص، ماشي. إذا هذا الشيء بيرضيكي تعمل اللي بدها إياه، أنا ما في زعلك. الله معك. طمنوني، اتفقتوا؟ مش الحال؟ أكيد اتفقنا، ليش حتى ما نتفق؟ خير أمي، شوفي. شوفي شو بده يصير يعني؟ مثل العادة استقبلونا أولاد أخي، رحبوا فينا وقالوا إن شاء الله بصير خير. بس مو باين إنه في خير. قلي أمي، قلي شو صار؟ ولا شيء أمي، بس قالوا بدهم يسألوا ولا جيدة. يو، شو هالحكي؟ شو بدهم يسألوا فيها؟ يعني ما بيعرفوا انكم انتوا اثنين متفقين وبدكم بعض؟ شلون ما بيعرفوا؟ كل العيلة بتعرفوا من زمان كمان. لك شو معنات هالحكي؟ ما له معنى، هيك الأصول. اضحك على حالك انت ابو سامي، افهام بقى. اولاد اخوك مو شايفين حدا قدامهم. شو ناقصه ابنك؟ ولا شو كان ناقصه بنتك؟ هلا شو جاب سيره مقصوفه الرقبه؟ خلصنا امي، بلا ما نستبق الاحداث، كل يومين وبردوا لنا خبر، وساعتها لكل حادث حديث. اصبحوا على خير. وانت بخير ماما. ريال قامتي ان شاء الله. راجع الولد مكسور الخاطر، عجبك هيك؟ انا فايت نام. مرحبا ابو مراد. اهلين مدام. شو الاخبار؟ يا ستي هلا بشوفك بعيونك. الجماعه طالبين حق الشقه 30 مليون، والشقه لا اذا حولتيها لتجاري حسب معرفتي بنط حق الشقه دبل اذا ما كان دبلين، والشقه بنص البلد وعلى الشارع وقدام مصف سيارات. يعني الله وكيلك مثل ما انا. انا جاهزه، تفضل. بتحبي تروحي بسيارتي ولا بسيارتي؟ لا انا بطلع بسيارتي، مشي انت قدامي. ماشي تفضلي. خير شو بدك؟ شو كان بدها المدام؟
مساء الخير دكتور. أهلين فارس، خير؟ معي غراض بعتت لك ياهم الست ميس. والله؟ أمي موبايلك عم يرن. إيه أخي استني استني. ألو؟ أهلين ميس. لجوا جوا. إيه ليكو صار هون عندي. إيه منيح، شو مبسوط؟ يعني بس ما عم بفهم النسخ كتار شو ها؟ ألف نسخة، شوف شو بدك تعمل فيهم. ليش يعني الطبعة قديه؟ ألف نسخة، هيك اتفاقي مع دار النشر. ايه يعني هي الدار يعني ما راح توزعها على المكتبة؟ كيف هيك؟ شلون كيف هيك؟ وعدتك اطبع لك الرواية وليك عندك، تصرفنا وراس، بدك شي؟ لا سلامتك. شبك أمي؟ مو هي الرواية اللي كنت بدك تطبعها من زمان؟ بلا. لكن ليش متضايق؟ والله فيك الخير يا أبو موسى، أهلا وسهلا فيك. ولو نحن عشرة عمر. إيه والله. الله يسلم الدياط، طمني عنك وعن الشباب. لا الشباب الحمد لله مناح. ألف الحمد لله. يقبرني عم يبكي بالإذن. ايه ماما. انت ليش مبعد؟ مالي مبعد، الله وكيلك يا ابو موسى، قلبي عم يقول حق بق على ما انزل على المكتب شوف جاد، شوف شو ناقصه شو لازمه سيدي. بس على كل عم اطمن عليك الفترة وفترة، وبصراحة ما بخفيك هذا الولد مربط لي ايدي ورجلي، مطيل لي عقلي يا ابو موسى، مطيل لي عقلي. ان شاء الله بيربى بعزك ودلالك. الله يسلمك. بس يعني هلا بدك تقنعني انك قاعد 24 ساعة بالبيت بس لانك مبسوط بصغير الله يسلمه؟ لازمك شيء مني؟ ايه لازمني. شو الموضوع؟ بدنا حديد. اشرح لي التفاصيل. يعني اخي مندبر حالنا، الشغلة مؤقتة كم شهر بس، لبينا ما زبط غياس اموره، بنستأجر بيت وبعدها بنشتري بيت ملك. ايه والله يا دكتور، بغير هالطريقة بحياتي ما رح اقدر اطلع من الحارة. وليش بشو مضايقتك هالحارة؟ يا مرت عمي يعني حرام نتطوع؟ حرام نشم ريحة ربنا؟ لا والله يا صهري مو حرام. بس يعني وين بدكم تسكنوا هون؟ انتوا خمسة ونحن اثنين صرنا سبعة، ما بيسعنا. خاطرك امي. وين رايح؟ ما بدي اسمع هيك حكي. ليش شو حكينا دكتور؟ ماله طعمة. حكي مجانين غياس. بيتك ما راح تبيعه. هذا بيت ولادك ومرتك. ما حدا بيبيع بيته. مالكم مضطرين؟ ولك بعدين شو ناقصك؟ ها؟ ليكو صار عندك سيارة ومصاري، شو بدك أكثر من هيك؟ والله خلص ما عدنا شبعنا. شبكم؟ معه حق. صاحب المكتب العقاري خبرني كل شيء. هي ثالث مرة بتجي لعنده وعم تدور على شقة بحدود 30 مليون. والزلمة متعاون معنا؟ ما تاكلي هم، اللي بدك اياه بصير. حاليا ما بدي شيء. بدي اياك تضل تراقبها منيح، ما بدي اياها تغيب عن عينك. ليه ساكت؟ شو بدك يعني اقول؟ اي شيء. هيك عم تخوفني. شو قصدك؟ بخاف من سلبيتك. جيت انا بحبك وانت بتعرفي هالشيء كثير منيح. ايه بس الحب لحاله ما بكفي، لازم تكون مستعد لكل شيء، لازم تدافع عن شيء بتحبه. انا مستعد اقاتل الدنيا كلها كرمالك، بس اخر شيء كنت اتوقعه هو موقف اخوك جاد. لك هذا في عمري، انا لهلا ما عم بقدر استوعب ليش هيك عم يعمل معي. يعمل اللي بده اياه، انا مو فارقه معي، المهم انت ما تخاف وتتراجع. شو 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 طمني انا معك. زيزي كانت عم تشتري شقه ب 30 مليون،
عم بعطيك معلومات موثقة بابا، لا تطلع فيني هيك وتشك بكلامي، فيك تتأكد منها. طيب أعطيني تفاصيل. ما عندي تفاصيل، بس أكيد وحدة مثل زيزي ما عندها 30 مليون، وين عم تجيب المصاري؟ وانتي شو دخلك؟ دخلني أكيد، ما صمدت هيك مبلغ من شغلة، من وين جابتهم؟ وانتي ليش عم تدوري وراها؟ لأنه بتهمني مصلحتك. شو مفكرتيني خرفان ولا ولد صغير بنضحك علي؟ بنتي الحركات تبع النسوان هاي بدك تبطلي لي اياها. حلي عن المخلوقة واتركيها بحالها بقى. شباب مشيت كتير يا اخي، انا لهلا مالي فهمان عليك شيء. المفروض تكون مبسوط، هذا حلمك. حلمي اني اطبع روايه تستاهل تنطبع، حلمي اني اشوفها بالمكتبات، حلمي احس انه لكني عملت شيء، اني انا كاتب فعلا عن جد. شو بك يا صام؟ ليش ما عم تفهم الموقف؟ انا حاسس انه الموضوع كله سخيف، وانه هي الست طبعت لي الرواية لحتى ترضيني. أه؟ يعني مثلا بدل ما تهديني ساعة فخمة هدتني الرواية. شو يعني 2000 3000 دولار؟ من طرف جيبتها. أه؟ طبعت لي الرواية ولحشتها بوشي. بس أنا مو هذا اللي بدي إياه. مو هيك؟ طيب روح وزعهم أنت. مروح على المكتبات وخليهم يبيعوهم. كمان مو هون المشكلة. افهم علي يا عصام، انا عم دور على الاستحقاق لك، التقدير. يعني كان جا على بالي بعد كل هذا التعب اني احس بالانجاز، حس انه فعلا في دار نشر مؤمنه بالشيء اللي انا كتبته وعم بتراهن عليه، هي اللي تطبعه وتوزعه وتسوقه. هيك عم حس مثل اللي عم يضحك على حاله. فهمان عليك، والله فهمان عليك، بس منيح يعني على القليله طبعت روايه بغض النظر شلون وكيف. بتصدق انه مبارح خطر على بالي احرقهم لهالنسخ؟ تعملها؟ ايه. استنى على الساعة 3 لا تنسى. طيب اهلا وسهلا. شو مالك بالعادة تزوريني هون هدي؟ ما بدي اقعد، بدي احكي كلمتين وامشي. انت حكيت سعيد شي؟ هددته شي؟ شوفوا انت وياه، أنا ما رح أتزوج إلا سعيد، وإذا ما تزوجته فأنا ما رح أتزوج طول عمري. والله العظيم، والله لأفضحكم وأعمل مثل سوزان، وتحملوا إذا فيكم تتحملوا. أوياني أختك، ها؟ شكلها صار بدها فركة إذن. بس أنت شو اعتراضك على سعيد بالضبط؟ يعني أختك بدها إياه؟ حاببته يا أخي، حاببته. انت اللي عم تحكي هذا الحكي على اساس انه انت تعرف تحب؟ والله انا لما بدي احب بحب، وكمان لما بدي اكره بكره. بس لشو هاللوفك كله؟ يعني انت لوين بدك توصل؟ على شو عم ترسم؟ ما عم ارسم على شيء قيصر. بدي جوزها جوازي بتستاهل، بس هي بس لو بتصبر شوي. تصبر على شو بدها تصبر؟ لو أبوك وافق على سعيد كانت هلأ سلفاً متجوزته. بعدين ما كفاها اللي عملوا فيها هذا الحقير فراس؟ خلص خلص خلص، تصطفل وتعمل اللي بدها إياه، هي حرة. يا عيني عليك، هي حرة. بس لا تقلي أوياني، أختك أوياني كتير. أهلاً أهلاً.
كيف خطرنا على بالك؟ على أساس أنت اللي بتسألي. ليش؟ أنا بعرف وين بتكوني وأي ساعة بترجع على البيت. لأنه ما في اختراع اسمه الموبايلات. ما شو بكي واقفة تعقدي؟ كيفك ست سوزان؟ زفت. واضح. بدي مصاريه. وأنا شو بيطلع بإيدي؟ تحكي مع أخوكي. على أساس بيسمعني. هداك التاني ما عاد تشوفه غير بالمناسبات. لعمو شو هالعيلة؟ ليش هيك عم يصير فينا؟ طول عمرنا هيك حبيبتي. بس على زمن أبوكي كنا ملمومين بالعصاية. هلأ صار كل واحد لاحق مصلحته، ما عاد في راس. لكن ليش الأخ جاد عامل حاله كبير العيلة وبده يجوز أختك جيدة على كيفه وبده يتحكم بحياتي؟ شوفي أنا بدي حقي. والله ما بعرف شو بتقلك. هلأ أنا جاي لعندك لحتى تجاوبيني هيك جواب؟ طب ليش ما بتحكي معه أنت؟ صرت حاكية معه ألف مرة، عم ينقط علي مصروفي بالقطارة. طب أنا بدي حقي، بدي أصرف وبدي أعيش مثل ما أنا بدي. سوزان خليكي واقعية، تعيشي مثل ما بدك هاي صعبة، لأنك مالك عايشة لحالك ولأنك حاملة اسم العيلة، وبيجوز هاد هو اللي عم بأزم الموضوع. لو هو شايف إنك عقلتي وخرج تتحملي مسؤولية أكيد ما كان منع عنك مصاريكي. عم تحكي مثله يعني ما في فايدة. لك خلاص خلاص، رح أحكي معه، رح أحكي معه. بس لا تتأملي بشي، أخوك عنيد وبتعرفيه أحسن مني. بس بعدك رح أحكي معه. ماشي. لوين؟ طب خليك ضيفك شي على القليلة. ما ضيفي. ليش ما بتحكي مع أمي؟ هي أكثر وحدة بتمون عليه. رح حاكيها. البيت اللي اشتريته زيزي طلع لأخوها. قال أخوها عايش بالكويت، قرر يشتري بيت وبعت له مصاري لحتى تختاره على ذوقها. فعلا تسجل باسمه، وأنا تأكدت اليوم من السجلات العقارية. صار معي حق خاف منها أكتر. طبعا معك حق، لأنه سيادة أخوها طلع عم يشتغل بكازية وما معه ولا دينار. شو هالحكي؟ هي وبعدين؟ رح نتركها تسرقنا أكتر من هيك؟ فشرت، بس دي لاقي حل ذكي مشان ما يزعل أبوكي. أهلين سوزان، شو وينك؟ عندك بالمكتب، وعم تقلي الأنسة هون إنك مشغولة وعندك اجتماع. بقى شوفي، معك دقيقتين، يا بتفتحي الباب يا رح أحمل حالي وأمشي. وعلى فكرة مرقت أول دقيقة. صوتك واصل لجوا، ما في داعي للتليفون، تفضلي. كيفك خضر؟ أهلين. هلأ هاد هو الاجتماع؟ شو ما عم تشوفوا بعض بالبيت حتى تجوا تجتمعوا هون؟ لا والله، بدي موعد لحتى أشوفه. أنا اليوم فضي حالي، قلت لازم أعزم أختي على العشاء، يعني يوم للعيلة. شو رأيك ترافقينا؟ عم تقول عزيمة عائلية، أنا شو نططني بالنص؟ وعم يشتغل منيح الجاليري؟ لسا حقيقة الموضوع بالنسبة لي لسا سلاية مو أكتر. يعني كان في قدامي حلين، إما أني أسكن بالشقة وهذا صعب حالياً لأني سينجل، أو أني أعمل فيها شي مشروع، وحقيقة هذا المشروع اللي طلع براسي. فا ليش عم تضحك؟ ليكون حكي مو عاجبك. لا بالعكس ابدا، عاجبني كثير، بس مستغرب شلون عم تحكي عن حالك وعن شغلك بهي البساطه والطبيعيه. انا ما بحب التصنع، بعدين مو عيب اني اقول الحقيقه، بس عم بتعلمها. ايه كثير، بالاسبوع بتروح مره. نيال جو. مين هاد جو؟ شريكه. ليش ما بتعرفه؟ لا ابدا. مالك حق ابنه، جو مصمم كثير مشهور. ما حصل لي الشرف. حاج حاج بكفي، اتركيها على راحتها. ايه سمعتي، عم تعجبني خضر. تشيرز. تشيرز. شغلنا بالطعمي. سلام لله دكتور. ناجي لك ناجي، انت اخرتك في السجن.
إذا رح تضل ورا هذا السرسري نزير قسما بالله آخرتك السجن. سجن سجن شنو دكتور؟ أنت شكون قامت حكي؟ ولك لا تتشاطر علي. أنت مالك ولد صغير؟ عيب تخلي حدا يضحك عليك ويورطك بشغلات أنت مالك قدها. الشغل بالمخدرات عقوبته كتير كبيرة وغالبا ما بتوصل للإعدام، عم تفهم؟ الله يخليك لا تقول لأبويا دكتور، المرة الماضية كان يريد يقلعني من البيت. أحسن ما تكون آخرتك بالسجن. شو كان بده منا؟ قام ينصحني أدور على شغل. لا حنون، فيك الخير والله. لا معي لألا. سيك هي. هذا العنوان عليه رقم التليفون. لما توصل لعند الزبون تتصل فيه برايفت. تجيب منه 15,000 ليرة وبترجع مثل الطير الطاير، شو قلت لك؟ الطير الطاير. يلا روح تحرك بسرعة، هذا الشغل بيطعميه خبز. اوعك تفكري اني انا كنت ضد سعيد. ابدا جيدة، بالعكس، بس انا كنت عم حاول اني ارضي ضميري تجاهك. بس اذا انت متعلقة فيه لهالدرجة وبدك اياه فخلص مبروك. وانا خلص ما عاد زعلانة منك. كنت زعلانة مني؟ ايه كتير. انت بتعرفي منيح انه سعيد اقرب واحد اللي بالعيله، مزبوط؟ طيب خلص خبري انت وانا بعدين بحكي. مبروك. الله يبارك فيك. وين اختك؟ ما بعرف. هي ما بدها تعال. طول بالك عليها. رح طول بالي. شو؟ عم تستقد الرعاية تبعك؟ شو هاد؟ رعاية؟ ما عم تشوف ولا بتسمع أخبار يعني؟ رعاية رعاية خرفان قطيع. قبل ما تتفلسفي وتروحي تتواسطي عند أمك وأختك، عقلي وانضبي ببيتك. روحي ضبي شنطتي لأختك. اسمعي بيك. نفس الموال. اسمعي بيك. نفس الموال. طلع فيني لشوف. انت هي تصرفاتك ما عاد تتحمل بنوبها. فهمتي؟ قاعدة بهالبلد ما عاد لك. اي شوي شوي يا. شوي شوي على طول عيني. خليني اتعدى. اخي هيك بدي اياك دائما. شوفوا شغلكم يا شباب، تغلطوا تيجي لعندي. علي ابو القياصر. كيفك هيثم؟ مشتاق لك. تفضل تفضل. طمني شو الاخبار؟ تمام، انت طمني عنك. ماشي الحال منيح. شو بتحب جيب لك؟ شو جاي على بالك؟ والله ما بعرف، ملل. لك ما عاش الملل اخي قيصر. لا والله عاش وكتر يا هيثم. ايه لا هيك حالتك اسعافيه لك. لا
لا مو لهالدرجة. طول عمري هيك مالي مخوطر. بس بتعرف أوقاتك بتطلع حوالي بحس حالي عايش بضيعة كبيرة. وين بدك تروح؟ وين بدك تجي؟ شو بدك تعمل؟ بقول لحالي شو ناقصة الشام لحتى تكون مثل دبي أو القاهرة أو بيروت؟ بعرف كمان نحن شعب مو عايش، ما منحب البسط، كل شيء منقبضه جد، هيك الله خلقنا. هلا كل هاد وبيقولوا الشعب مو عايش.